الأكاديمية العربية الدولية، دورة برنامج الـ 3D Max، المحاضرة رقم 18. معاكم مهندسة منى أبو المجد، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الاستوديو ريندر، أو إن هو إزاي آخد لقطات لقطع الأساس أو أي برودكت تاني، أي منتج تاني أنا حابة إن أنا آخد له لقطة كأني بصوره في استوديو، لكن هاخد اللقطات دي على برنامج الـ 3D Max وأعمل لها ريندر، وبعد كده أقدر إن أنا أشارك اللقطات أو الصور بتاعة البرودكت ده، المنتج ده، على أي بلاتفورم أنا عايزاه، على أي منصة أنا عايزاها. ممكن ده يفيدني في إن أنا لو عندي تجارة إلكترونية، لو عندي إن أنا ببيع مثلا البرودكت بتاعتي أونلاين، مش شرط يكون عندي معرض ببيع فيه، أو ممكن يكون عندي معرض بس في نفس الوقت حابة إن أنا أعرض المنتجات بتاعتي أونلاين. طبعا انا بتكلم من منظور الاساس ومن وجهة نظر الاساس، على اساس ان احنا هنعمل يعني على اساس ان احنا تخصصنا التصميم الداخلي يعني، فبالتالي هنعمل رندر لقطع اساس، لكن نفس الخصائص او نفس الطريقة يعني، مع بعض التعديلات ومع بعض التظبيط في اللقطة والتظبيط في شدة الاضاءة، بقدر ان انا استخدمها لاي برودكت يعني انا عايزاه، طالما انا عملت الموديلنج او حتى حد عمله لي او جبته جاهز او ايا كان، طالما الموديل عندي جاهز انا بظبط الاضاءات وبظبط الخلفيه بتاعتي وببتدي ان انا اخد لقطه الرندر بتاعتي. طيب المره اللي فاتت كنا برضو قلنا حاجه سريعا كده على خصائص الرندر، بس هظبطها دلوقتي بحيث انه بحيث انه ما يتعبناش واحنا بناخد الرندر. فانا رسمت الكاميرا من المشهد، ضغطت على بيري كاميرا من هنا، وهقرب بس الكاميرا بتاعتي شوية من البرودكت بتاعي، من البرودكت اللي قدامي ده، مكتب او ترابيزة سطح للعمل يعني. فانا عايزة اعمله دلوقتي رندر بطريقة تخليني ان انا اقدر اعرضه مثلا على الموقع بتاعي او ايا كان على السوشيال ميديا، بحيث ان انا اعمل له بروموشن يعني، والناس تقدر تشتري. وعليكم السلام، اهلا يا ياسمين، احنا لسه بنبدأ دلوقتي. هخلي السايز بتاع الرندر زي ما هو كده، او ممكن حتى اصغره شوية علشان بس احنا هنظبط شكل اللقطة بتاعتنا زي ما اتكلمنا قبل كده. وبعد ما عملنا الكاميرا محتاجين هنظبط اللقطة، هخلي بس اللقطة بتاعتي عرضها أكبر شوية من طولها، على أساس إن المكتب بتاعي أصلا عريض مثلا بالشكل ده، وهحط اللوك هنا 870، إن شاء الله ما يتعبناش في الرندر كتير، ممكن نخلي 750 حتى دلوقتي. وهنعدل التعديلات البسيطة اللي اتكلمنا عليها هنا دي، قلنا هنتكلم عليها بعمق أكتر لما نيجي للجزئية دي. أنا بس دلوقتي بظبطهم بالشكل ده بحيث إنه الرندر ما ياخدش معانا وقت كتير، ونلحق نشوفه في المحاضرة يعني، مش هحط حاجة في الإليمنتس دلوقتي. تمام، انا طبعا بستخدم الفيري كاميرا وبستخدم الفيري ماتيريالز، لسه ما حطيتش ماتيريالز، وهستخدم اضاءات فيري. لغايه دلوقتي كلنا على نفس الخط باذن الله. عايزه اوريكم شكل الاستوديو رندرز بحيث ان انتوا تبقوا فاهمين احنا هنعمل ايه. مثلا حاجة زي الكرسي اللي قدامي ده، حاجة زي الكرسي اللي قدامي ده
ده كده معمول في استوديو رندر. الاستوديو هو الخلفية اللي لونها أبيض دي، الأرض اللي ممكن يكون فيها لمعة بسيطة دي برضو حاجة أنا بظبطها، في ظلال، في الخامات بتاعتي أو الألوان بتاعتي بتاعت الكرسي واضحة، فبالتالي إن أنا أقدر أركز على المنتج بتاعي. وهتلاقوا هنا مثلا مكتوب السعر بتاعه لأن ده محطوط في موقع بيبيع قطع الأساس. هتلاقوا مواقع كتير جدا دي الطريقة اللي بتعرض بيها الأساس بتاعها، ممكن حاجة زي كده، ممكن يتحط في مشهد بسيط جدا زي ده برضه، هو مش عبارة عن بيت ولا أي حاجة، هو عبارة عن زي استوديو لكن عاملينه باللون اللبني. أهم حاجة أو أكتر حاجة واضحة في المشهد هو الكرسي بتاعي. طبعا في ديكوريشن هنا، في الشبشب اللي محطوط، في الزرع ده، بس دي مش حاجة أساسية. البرودكت بتاعي كلنا واخدين بالنا، وأكتر حاجة شادة العين هو الكرسي بتاعي. ممكن برضو حاجة زي كده تتعمل بطريقة الاستوديو رندر، برضو بتلاقوها في المواقع اللي بننزل من عليها البلوكس. هتلاقوا غالبا البلوك معمول له رندر لوحده في مشهد فاضي مش حواليه حاجات، حاجة زي كده مثلا. ده شوية مشهد وباين أرضية وحائط والوزراء، شوية ده قريب من فكرة المشهد لكن برضه هو مش مشهد كامل لأن أنا مركزة على البرودكت بتاعي بس، مركزة على الكرسي بتاعي فقط. هنا برضه نفس الشيء. أعتقد كده الفكرة وصلت، نقدر إن احنا نبتدي نشتغل. احنا هنعمل خلفية أساسا بيضة، هنعمل إضاءات مناسبة. يمكن الموضوع يبدو إن هو سهل جدا، هو مش صعب لكن في نفس الوقت هو مش بالبساطة اللي بيبدو عليها. في شوية إضاءات بحتاج إن أنا أظبطها علشان أوصل لنتيجة في الآخر مرضية، وتخلي المنتج بتاعي فعلا شكله كأنه حقيقي وكأنه حيوي، ألوانه حلوة مش باهتة، والإضاءات منورة من كل اتجاه. لأن أنا لو عملت إضاءة من مكان واحد، وهنشوف دلوقتي مع بعض، مش دي خالص النتيجة اللي أنا هحصل عليها. طيب خلونا نبدأ ونجرب مع بعض. احنا ظبطنا الكاميرا بتاعتنا وظبطنا السيتنجز، ممكن حتى ما ظبطناش السيتنجز بتاعت الكاميرا، ظبطنا بس سيتنجز الرندر. سيتنجز الكاميرا ممكن نعدل في الشاتر سبيد زي ما قلت لكم امبارح، ممكن يكون نبدأ كده بسيتنجز مبدئية ونبتدي نعدل او نجرب على اساسها. حتى ممكن خلينا نجرب، هنجرب لسه، وهنبتدي ان احنا نرسم الاضاءات بتاعتنا علشان نعرف ناخد رندر. طبعا احنا عارفين لو دوسنا شيفت يو دلوقتي، لو جينا ندوس على رندر الشاشة مش هيطلع فيها حاجة لان احنا مش عندنا اضاءات في المشهد بتاعنا. الشاشة بتاعتي طلعت طبعا سودة في المشهد عشان انا مش حاطة اي اضاءات. تمام، هاجي الاول انا محتاجة أرسم الخلفية البيضة بتاعتي لأن أنا هنا المنتج بتاعي في الفراغ مش حواليه أي حاجة. فأنا أول حاجة هجيبها هجيب بلان، هاجي في التوب فيو وأرسم البلان ده حوالين المنتج بتاعي أو تحت المنتج بتاعي أو المكتب بتاعي هنا عشان نسهل الموضوع. طبعا هتأكد من اللفت أو الفرونت إنه البلان اللي هو الخط اللي تحت ده جايلي تحت المنتج كله، تحت رجلين المكتب مثلا بالكامل. لو عندي كرسي برضه هيكون تحت رجلين الكرسي بالكامل علشان المنتج بتاعي يكون كله ظاهر في الشاشة. يعني مثلا لو تخيلنا انه البلان ده جاي فوق كده شوية يبقى انا مش شايف رجل المكتب، هيعمل لي مشكلة. ممكن استخدم امر align لو ما كانوش مظبوطين على نفس الخط، align ومينيمم، اظبط المينيمم بتاع الشكل ان هو اقل نقطة او اكتر نقطة منخفضة، اقل نقطة على محور زد تيجي مع أقل نقطة مع البلان. البلان أصلاً تعرفين ملوش ارتفاع، دي بس طول وعرض. ومش هرسم بمقاسات، مش محتاجة أرسم بمقاسات، المهم إن الأيتم بتاعي نفسه سواء كرسي سواء مكتب سواء أي كان الحاجة اللي أنا هعمل لها رندر تكون مقاساتها مظبوطة أو النسبة والتناسب بتاعها مظبوطين ومرسوم بمقاسات علشان يطلع شكله واقعي وحقيقي. ما يبقاش المكتب ده مثلاً شكله عالي قوي أو شكله قصير قوي، أجي أحط جنبه كرسي يبقى شكله مش منطقي. لازم على طول المقاسات بتكون هي المرجعية بتاعتي. زي ما قلت الأرضية بتاعتي مش مشكلة خالص إن هي تكون كبيرة أو صغيرة، مش هيفرق معايا في حاجة. هشيل السيجمنتس لأن أنا مش محتاجة كل السيجمنتس دي، شلت اللي في الطول واللي في العرض، هخلي بس 2 سيجمنتس علشان أنا دلوقتي همسك البلان ده وهطبق، هعمل
خلفية واقفة في الظهر للبرودكت بتاعي أو المكتب بتاعي. تمام، البلان طبعا عشان هو عندي كبير قوي فانتوا شايفين هو مغطي كل حاجة، لكن لو هو كان بالشكل ده برضو كان هيبقى كافي بالنسبة لي، وبرضو العرض ده كله ممكن كتير. يعني بصوا في المشهد بتاع الكاميرا، انا ببص على التحت في اليمين ده، انا بس كل اللي محتاجاه او اهم حاجة بالنسبة لي انه ميبقاش عندي الفراغ ده هنا، ان انا اقفل الفراغ اللي في الجنب ده، وطبعا الفراغ اللي في الظهر ده اصلا هنشوف دلوقتي ازاي كنا هنقفله. لو بصينا في التوب فيو هتلاقوا ان البلان كبير على الفاضي، انا ممكن اصغره وممكن اسيبه، يعني مفيش اي مشكلة مفيش اي تعارض، هصغره بالشكل ده وهظبطه واوسطنه، مش هوسطنه بمعنى ان هو يكون في النص بالظبط، انا بوسطن على اساس انه اللقطة بتاعتي كل الافق بتاعي اللي انا شايفاه يكون متغطي. طيب هتقولوا لي الظهر مفتوح، هقول لكم دلوقتي احنا هنعمل ايه في الظهر ده اصلا علشان نعمل الاستوديو بتاعنا. البلان بتاعي ده ممكن انزل عليه موديفاير او ممكن اعمله رايت كليك كونفرت تو editable poly او انزل عليه modifier edit poly، الاثنين هيوصلوني لنفس النتيجه. همسك الادجز او اللي هو الادج اللي في النص دي، السيجمنت اللي انا سبتها، وهسحبها ورا شويه. لو بصيتوا في الفيري كاميرا هنا هتلاقوا الادج بتاعتي بتتحرك معايا، انا هسحبها لورا، اهي لونها احمر، هسحبها ورا الشكل بتاعي. تمام، يعني مفيش مقاسات محددة، أنا برسم بحكم النظر كده، بحكم بنظري، ومع التجربة كذا مرة هتظبط معانا يعني. وبعد كده هختار الأدج اللي ورا خالص اللي هي الحدود الخارجية للبلان بتاعي، هختار اللي ورا دي بس اللي هي ظاهرة عندي هنا في الشاشة دلوقتي، هي مفتوحة من هنا لو واخدين بالكم في الفيري كاميرا بتاعتي، انا شايفه الارضيه لسه شايفه الفراغ الرمادي اللي ورا، انا عايزه اشوف خلفيه بيضاء تماما او اي لون انا اختاره. فانا همسك السيجمنت اللي ورا دي، هقف في الفرونت فيو او في الليفت فيو مش هتفرق، وهقوم رفعاها لفوق. تمام، لو بصينا هنا من البرسبكتيف مثلا ده اللي أنا بعمله عشان يمكن الكاميرا مش مخليانا شايفين قوي، هرجع كنترول زد. تمام، ادي دي السيجمنت اللي أنا رجعتها ورا، ودي السيجمنت اللي أنا همسكها وهرفعها لفوق، سواء من البرسبكتيف سواء من الفرونت فيو نفس الشيء، هرفعها على محور زد بحيث إن هي تبقى مغطيالي الظهر كده، أو تقفلي يعني الظهر الصورة من ورا، وفي نفس الوقت تساعد في انعكاسات الإضاءات بتاعتي. تمام، بعد كده لو جيت وبصيت هلاقي الخط اللي هنا ده ظاهر، ولو أنا مش شايفاه قوي بعيني، لو أنا حطيت إضاءة وجربت أعمل رندر مثلا، لو جيت ورسمت بيري لايت قدام الشكل بتاعي وجيت رفعته لفوق الشكل ده وعملت له روتيت مثلا بعض الشيء وقلت قدام الشكل وقلت هعمل رندر، ما عملتوش انفيزبل بس الماسكاير بتاعه وهخليه انفيزبل وهبعده كده شوية. لو واخدين بالكم هو في خط هنا ظاهر في الرندر بيروح شوية لأن لسه الإضاءة مش كلها كاملة، لكن ممكن ده يجمع لي الظلال هنا، لو واخدين بالكم في خط بسيط أو يبين كده الظلال متجمعالي في الزاوية اللي عندي هنا دي، والانعكاسات عليها مش بتكون ناعمة قوي. فأنا هاجي وهمسك الزاوية أو الكورنر اللي هنا أو السيجمنت اللي هنا دي وهنعمها. هنعمها إزاي؟ همسك الأدج بتاعتي، لو فاكرين إيدت بولي اخترت الأدج دي، نزلت تحت وهقوم عاملة لها
شامفر اللي هو كان بيخلي الشكل بتاعي أنعم أو شكله مقوس. لو بصيتوا معايا في البرسبكتيف هبتدي إن أنا هعمل برضو بمجرد النظر كده، مثلا ده بالنسبة لي مناسب أو شكله كويس، تمام حلو قوي. هزود السيجمنتس كمان من هنا، يعني أول حاجة دي كانت المسافة، وبعد كده هزود السيجمنتس بحيث إنه الشكل يبقى ناعم ومقوس. لو واخدين بالكم لما مبيبقاش فيه سيجمنتس بيبقى ده الشكل، سيجمنت واحدة بيبقى ده الشكل. كل ما زود السيجمنتس كل ما القوس بتاعي بيبقى شكله أنعم، وبحس إن 7 أو 8 مناسب جدا. طبعا كل واحد والحكم بتاعه وقراره يعني. فده كده البلان بتاعي، تمام. لو حسينا إن احنا عايزين نكبر ال الاستوديو بتاعنا لأي سبب من الأسباب، لو عايزين ناخد لقطة من مكان تاني ولقينا إنه الفراغ باين، مثلا هاخد لقطة من الجنب التاني عشان أبين الرجل التانية دي، تمام، وجيت وظبطت اللقطة هنا في البرسبكتيف وكل حاجة، ورحت جاية مثلا هنا ورحت دايسة على فيري فيزيكال كاميرا عشان ياخد لي كاميرا من الاتجاه ده، بس هنا الاستوديو بتاعي شكله مفتوح. هحتاج إن أنا أعمل إيه؟ هحتاج ان انا هاجي في التوب فيو، هو دلوقتي اديت بولي، همسك الفيرتكس بتاعته اللي هي النقط دي، هسحب النقط اللي الناحيه دي اللي هي هنا اهي ورا المكتب لو واخدين بالكم، او ممكن نرجع للبرسبكتيف عشان تبقوا شايفين احسن. مسكت كل النقط اللي الناحيه دي وهشدها كده، هسحبها لغايه اما تقفل لي اللقطه بتاعتي او المشهد بتاعي. طيب لسه ما اتقفلتش، هسحب شويه كمان، مناسب جدا. حتى انا كده دلوقتي ما كنتش لسه عامله سيف فريمز، لو عملت سيف فريمز كمان هبقى شايفه بالظبط ايه اللي هيظهر لي في الرندر بتاعي، تمام. ده ان كيس ان انا احتجت اكبر الاستوديو او البلان بتاعي لاي حال من الاحوال، يبقى همسك النقط بتاعته اكبرها او اصغرها، اكبر الاستوديو او اصغره زي ما انا عايزه، زي ما انا شايفاه مناسب بالنسبة لي وبالنسبة للرسمة بتاعتي واللقطات بتاعتي واتجاه الكاميرات بتاعي، تمام. طيب هرجع دي برسبكتيف، احنا قلنا هنشتغل على الكاميرا اللي هنا دي دلوقتي. بعد اما رسمت الايتم بتاعي، المكتب بتاعي، ورسمت الاستوديو نفسه بتاعي، المفروض ان انا هدي الاستوديو بتاعي ده خامة، وهدي المكتب بتاعي خامة. لو فاكرين قبل كده كنا في الرندر، المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا على الرندر with override material، هو ده اللي هنستخدمه دلوقتي لغاية أما ندرس الخامات بالتفصيل. فهروح عند render setup، عند التاب بتاع ال V-Ray، عند ال global switches، وهلاقي المربع بتاع override، هعلم عليه صح، وبعدين كنت لازم باجي عند نون واضغط وانزل عند الفيري ماتيريال اختارها، وبكده خلاص كل حاجة عندي في المشهد هتترندر بلون الماتيريال دي. الماتيريال دي بيكون لونها رمادي، وقلنا لو عايزين نشوفها او نشوف هي عبارة عن ايه، هاجي تاني من رندر سيت اب كده، جلوبال سويتشز، الماتيريال بتاعتي هنا دي لو انا عايزه اشوفها همسكها كده واسحبها واحطها فوق اي كوره من الكور دي، هتتنسخ هنا، بيقول لي عايزاها نسخ انستنس، اقول له تمام، ادي الماتيريال اللي انا مستخدماها، كوره عاديه خالص لونها رمادي فاتح، تمام، عشان ده هيوريني الاضاءات وتاثيرها كويس. وبعدين هنشوف دلوقتي كمان هنستخدم الوان، كل ده هيظهر معايا لما استخدم اوفررايد ماتيريال. طيب احنا كنا رسمنا هنا فيري لايت، انا همسحه خالص، سيبنا منه وهنبدا من الاول خالص. دلوقتي الكاميرا بتاعتنا هي الكاميرا دي، فيري كاميرا 1، طب ممكن نمسح فيري كاميرا 2 دي، مش محتاجينها دلوقتي، مش لازم تلخبط، تمام. اللي عايزين نعمله انه لو بصينا كده والكاميرا من تحت، احنا عايزين ننور البرودكت بتاعنا. عندنا أكتر
من نوع إضاءات هنستخدمه. ليه؟ لأن أنا قلت لكم لما لو هحط إضاءة من اتجاه واحد هتعمل لي مشاكل، أو مش هتخلي لي الشكل بتاعي في أفضل حال، مش هتظهره لي في أفضل نتيجة. وهنجرب دلوقتي ونشوف مع بعض إزاي ده بيحصل. أنا هاجي عند قائمة create، عند اللايتس V-Ray، V-Ray Light، وابتدي أرسم V-Ray Light في التوب فيو، وأدوس رايت كليك عشان أطلع بره أمر الرسم. هروح عند الخصائص بتاعته، المقاس بتاعه ده أنا هجرب، مثلا هعمل 50 في 50، والإنتنسيتي بتاعته أو المالتيبلاير بتاعه هو دلوقتي 30. أنا هجرب وأشوف ده مناسب ولا لأ. هرفعه فوق شوية وهخليه ينور على الشكل من الجنب نوعا ما، وهخليه مش باصص لتحت مباشرة، هعمل له روتيت. انا مش مفعله السناب عشان كده غريب. تمام، ادي مش لازم نفعلها، مش شرط يعني، لكن انا مستنيه الارقام اللي فوق تظهر كده وانا بتحرك بدرجات معينه، او ممكن عادي اظبطه بالاحساس اللي انا شايفاه يعني، او اشوف انا عايزه قد ايه واظبطه. تمام، ظبطته بالشكل ده. وبعدين هاجي من هنا وعايزة ألفه شوية بحيث إن هو يبقى جاي يعني عمودي على الكاميرا بتاعتي. شايفين خط الكاميرا والمنتج باصين لبعض إزاي؟ أدي ده خط الكاميرا، أنا عايزة الإضاءة بتاعتي تيجي عمودية كده على الكاميرا بتاعتي، وهجرب وأشوف. مش لازم عمودية يعني 90 بالظبط، مش لازم زاوية محددة، لكن المهم إن هي تكون جاية في الاتجاه ده. تمام، هعمل رندر بسيط وأجرب أشوف أنا وصلت ليه. طبعا أنا قلبت الألوان رمادي فعشان كده ما بقتش تطلع أصفر زي ما كانت. طيب المشهد بتاعي ظاهر نوعا ما، الإضاءات فيها في شادوز، عندي في شادوز غامقة شوية. خلونا نشوف حتى ممكن ايه الحاجات اللي نحصل عليها لو غيرنا بعض الخصائص. خلينا نجرب يعني مع بعض، لو رفعت الإضاءة، لو غيرت مكان الإضاءة، كل ده عايزين نشوف ايه اللي هيحصل لو عملناه. طيب أنا دلوقتي لو جيت وزودت مثلا شدة الإضاءة بتاعتي دي، أنا مثلا اللايت بتاعي ده أنا عايزاه يكون أو حتى أنا مش شرط عايزة يكون، أنا عايزة أوريكم الفرق. دلوقتي اللايت بتاعي وهو الملتبلاير بتاعه 30 ومقاسه 50 في 50، دي النتيجة. لو خليت مقاسه 150 في 150 من غير مغير الانتنسيتي ملتبلاير، هنشوف إيه النتيجة بتاعته. الإضاءة بتاعته زادت. ليه؟ لأن هو بيتأثر بالمقاس بتاع اللايت نفسه، يعني شدة الإضاءة بتتأثر بمقاس اللايت، وبتتأثر كمان بالمالتيبلاير، لأن أنا ظبط في السيتنجز بتاعتي هنا إن هي تكون ديفولت باي إيمج، أو اللي هو بحجم البلان بتاعي بتاع الإضاءة. تمام، وشايفين الفرق لما غيرت المقاس ما بين الصورتين. لكن لو واخدين بالكو المكتب التفاصيل بتاعته مش باينة قوي، يعني هنا الجزء ده غائر لجوه، لكن هنا ده مش باين خالص. دي حاجة كده ناقصة عندي، يمكن أنا زاوية الإضاءة بتاعتي مش أحسن حاجة، وأنا برضو مش عايزة المكتب بتاعي مش عايزة اللايت نفسه يكون كبير قوي، لأن ده بيخلي لو بصينا على الشادو هنا من غير ما اقرب قوي، لو بصيتوا على الشادو هنا الرجل دي مثلا رفيعه فباين قوي هنا، الشادو بتاعها شايفين هو دقيق ومرسوم ازاي واضح هنا. هنا لما كبرت المقاس بتاع مصدر الاضاءه من غير ما العب في المالتيبلاير، بس غيرت المقاس، اللايت الشادو هنا الظل هنا بقى عندي لونه افتح ومتوزع اكتر،
شكله ناعم، هنا الشادو شكله شارب أكتر، باين الخط وباين الخط التاني، هنا باين بس كتلة كده من الظل، تمام؟ فأنا عايزة إنه الظلال بتاعتي تكون شوية محددة بالنسبة لأول إضاءة أنا بحطها، دي اللي هي الإضاءة اللي هتكون الإضاءة الرئيسية بتاعتي. فعشان الإضاءة تكون محددة أنا هصغر مصدر الإضاءة، فهرجع هخليه مثلا 50 أو ممكن أخليه حتى 30، دي حاجة ترجع. لكن قلنا إنه لما خليناه 50 كانت اللقطة ضلمة شوية، دي أول حاجة، وتاني حاجة التفاصيل هنا مش باينة. فأنا هاجي وأحاول ألف مصدر الإضاءة بتاعي وأقربه شوية قدام الشكل وهجرب. الموضوع مش حاجات محفوظة، مش خطوات محفوظة، الموضوع شوية تجربة، شوية بيختلف من برودكت للتاني. أنا حبيت إن أنا أعمل معاكم المكتب ده، وهبعت لكم فيديو بتعمل فيه كرسي بحيث إن احنا نبقى شايفين حاجتين مختلفين. لو واخدين بالكم هنا ابتدى التحديد اللي هنا يظهر شوية عن الصورة اللي قبلها، تمام؟ بس اتجاه الشادوز ما بقاش أحسن حاجة. طيب أنا هرجع اللايت كده أجربه هو بعيد بالشكل ده ولافف لجوه. اتجاه الشادوز ظريف، لكن برضو الوضوح مش أقصى حاجة. ممكن أزود الملتبلاير شوية، 40 حتى مش كتير، وأشوف ممكن أرجع للصورة القديمة دي برضو كانت شدة الإضاءة فيها عالية، لكن برضو التفاصيل ما كانتش واضحة. الموضوع ليه علاقة شوية بالزاوية، بستنتج بقارن واستنتج. طيب كده أفضل كتير، فقط عايزة أكبر مصدر الإضاءة شوية كمان. تمام كده أحسن، ابتدى يبقى باين الفرق، عندي ظل جوه، عندي الظل بتاع المنتج نفسه، عندي الظل هنا غامق شوية، لكن هنشوف دلوقتي ازاي هنتصرف مع ده. يبقى ده كده ده المصدر الرئيسي للإضاءة بتاعي، ممكن أسميه مين لايت، ممكن أسميه كي لايت، أسميه أي حاجة أنا عايزاها، أسميه بالعربي حتى المصدر الرئيسي للإضاءة. المهم إني أبقى عارفة إن ده المصدر الرئيسي بتاعي. ممكن أنزله شوية برضه نجرب لو لقينا ده مناسب، لأن المكتب بتاعي نسبيا قصير. نتيجة أفضل شوية من الصورة اللي قبلها، خلاص ممكن نعتمد آخر بوزيشن للإضاءة ده. تمام، هاجي بعد كده هنسخ الضوء ده نسخة تانية هتكون كوبي عشان أنا هعدل في خصائصها، وده هسميه الفيل لايت وهخليه كوبي. خلوا بالكم مش انستنس، نسخة واحدة وأدوس أوكي. تمام، مسخت الإضاءة التانية دي الناحية دي، وهعمل روتيت هخليها تبص للشكل بتاعي لأنه شايفين الإضاءة بتطلع من مكان السهم لو فاكرين. تمام، وهحركها كده شوية الناحية دي وأعمل روتيت، والإضاءة اللي هنا دي عشان أظبطها أول حاجة هطفي الإضاءة الأولانية، تاني حاجة هكبر السايز بتاعها لأن أنا عايزة الإضاءة دي تكون كبيرة. الغرض منها أساسا إن هي تنور لي الشادوز. يعني إيه؟ يعني إيه تنور لي الشادوز؟ دلوقتي الظل اللي عندي على اليمين هنا ده غامق أوي 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 ومش باين تفاصيل الشكل بتاعي. لو المكتب ده مثلا مدهون دهان معين مش هيبان، لو السطح العلوي ده لون والسطح اللي تحت ده لون تاني مش هيبان، هيبقى باين اسود خالص. حتى لو هو مثلا لونه ازرق هيبقى باين كحلي، لو هو لونه احمر هيبقى باين نبيتي، هيبقى باين غامق قوي. حتى لو الاتنين لونهم ابيض ده هيبقى ابيض وده هيبقى باين رمادي من كتر ما مفيش اضاءة الناحية دي. انا عايزة انور الناحية دي برضو لكن باضاءة خافتة. ليه بقول باضاءة خافتة؟ لانه أنا لو جيت ونورته بنفس الإضاءة، لو أنا خليته
هشغل الإضاءتين، خليت إضاءة من اليمين وإضاءة من الشمال، الشكل بتاعي هيبقى فيه تمام، هبقى شايفاه، معنديش اعتراض، لكن جماليا شكله مش حلو. ليه؟ إن هو دلوقتي كان مظلم كده، بقى منير بالشكل ده، بقى عندي لو بصيته على الأرض الظل اللي جاي من الناحية دي، لأن النور جاي من الناحية دي، فالظل جه ورا الشكل، فالظل اترمى الناحية دي، في نفس الوقت عندي إضاءة من اليمين هنا فرمت لي ظل ناحية الشمال، بقى عندي هنا إضاءة فوق السطح اللي هو أصلا كله عليه ظل، بقى الحتة دي منورة فيه، والجزء ده كمان الحافة دي رمت ظل على عمق المكتب، الجزء اللي غائر اللي جوه ده، فبقى مش واضح أو مش جميل. خلينا نقول إن هو الإضاءات تمام، أنا شايفة المكتب، أه شايفاه أفضل من الأول، لكن عيني مش مستريحة للصورة، حاسة إن في حاجة غلط، مش فاهمة إيه المثلثات اللي هنا دي مثلا، اللي هي عبارة عن تداخل لإضاءات أو الشادوز، الظلال اللي جاية من اتجاهات مختلفة. فأنا بحاول إن أنا أحاكي الحقيقة أو أحاكي الواقع أو أحاكي إن أنا لو هعمل فعلا تصوير في استوديو حقيقي إيه الحاجات اللي أنا هراعيها. تمام، فهنرجع ونبص على دي، إن هي البيز بتاعنا أو الصورة اللي إحنا وقفنا عندها. طيب أنا قلت هطفي الإضاءة اللي هي المين الرئيسية، وهفتح الإضاءة اللي هي الفيل لايت أو الإضاءة الإضافية، وهكبر السايز بتاعها، ممكن أخليه مثلا 200. الحاجات دي على فكرة هنقعد نجرب فيها شوية، يعني أنا دلوقتي مش معنى الأرقام دي إن هي مثلا الأرقام الوحيدة الصحيحة، ولا معناه إن هي هتشتغل لكل حاجة هتعملها ريندر بعد كده، لكن احنا بنجرب مع بعض عادي، ممكن يكون 200 مناسب و190 برضه مناسب و210 برضه مناسب او 250 لو قللت الانتنسيتي، يعني الموضوع واسع ويصلح للنقاش والتعديل كتير. تمام، هاجي بعد اما فتحت الفيل لايت ده وقفلت التاني لو عملت لونه رمادي كده، وهعمل رندر للمشهد بتاعي، هلاقي الاضاءه جايه لي من اليمين دلوقتي لان انا قفلت الإضاءة الرئيسية اللي كانت في الشمال، بس الإضاءة عالية قوي، ده لأن أنا كبرت السايز وما قللتش المالتبلاير. فتمام، هاجي هنا وأقوم أقلل المالتبلاير ده، هخليه مثلا 10 أو 9 أو 5 أيا كان، هجرب وأشوف. حلو جدا، ابتدى يعمل لي ظلال خفيفة جدا، والإضاءة هنا أنا شايفة الشكل لكن في نفس الوقت مش شايفة نور رهيب زي النور اللي كان عندي هنا ده. طيب حلو، هفتح النورين مع بعض، هفتح الإضاءتين مع بعض وأشوف النتيجة اللي أنا وصلها لغاية دلوقتي. أنا قلت الهدف من الإضاءة دي إن هي تفتح لي الشادوز بتاعتي، تفتح لي الظلال بتاعتي. لو جيت وقارنت بالصور الضلمة اللي كانت عندي في الأول والصور دي، ألاقي إن الشادوز بتاعتي فتحت لكن بقت فاتحة قوي، برضو عندي مشاكل في الشادوز والإضاءات وكده، يبقى أنا هحتاج إن أنا أقلل شوية شدة المالتبلاير بتاع الفيل لايت ده، ممكن أخليه 4 لأن أنا كبرته قوي، ممكن أصغر حجمه شوية برضو وأجرب، ممكن أغير اتجاهه كده، بقى عندي شادو، بقى عندي ظل لكن مش أسود قوي، الظل بتاعي فاتح نسبيا لكن ستيل في ظل، ممكن أخفف الظل برضو شوية كمان 2.5 مثلا، أخفف الإضاءة يعني عفوا، وممكن ألف اللايت بتاعي وأبعده شوية بالشكل ده وأجرب. الإضاءة بتاعتي بقت أغمق شوية عشان بعد الشكل، هحاول ألفه بطريقة مختلفة شوية، هو الشكل المكتب بتاعي علشان خطوط مستقيمة فباين فيه أكتر تأثير الإضاءة على طول، الخطوط المكسورة بتاعت الشادوز دي باينة عندي بوضوح.
نقلب أكثر بالشكل ده وبص عليه من البرسبكتيف، لو أنا حاسة إن الحاجة مش مظبوطة أجرب تاني. طيب يبقى ده بسبب غالبا الإضاءة الأولانية خالص، المثلث اللي أنا شايفاه هنا ده، ممكن الإضاءة الأولانية دي هي كانت عاملة أصلا خط المثلث ده. أوكي، أنا نورت الشادوز بتاعتي بشكل مناسب جدا، بقت معقولة، هي لسه باينة إن هي ظلال، في نفس الوقت الشكل منور نوعا ما، ممكن حتى أرجع كام خطوة، مكانش سيء قوي. وبس عشان الشكل ده أو عشان اللايت اللي هنا ده، هيدي هعمل تعديل بسيط فيه. مش مشكلة يعني، مش هنقف عند الحتة اللي لسه في إضاءات كتير هنضيفها في المشهد بتاعه. الأول كان موقعه أحسن، فهرجعه زي ما كان. تمام، طيب النتيجة اللي أنا واصلة عندها دلوقتي هي إن أنا عندي إضاءة من الشمال شدتها عالية وحجمها صغير نسبيا، مديالي شادوز في المكان بتاعي، شادوز تحت الرجل هنا دي، تحت المكتب بتاعي ده، ووراه هنا من الناحية دي، وفي نفس الوقت عندي إضاءة تانية أضعف حجمها أكبر جاية من اليمين، منورالي الشادوز بتاعتي، منورالي الظلال بتاعتي، مخليها بدل ما تكون سودة تماما بالشكل ده، لأ لونها رمادي ومش غامقة قوي علشان أعرف أشوف الأشكال بتاعتي كويس. طيب دول كده أول إضاءتين، وأنا كده وصلت لمرحلة كويسة جدا، ممكن حتى لو حاسة إن أنا الإضاءة بتاعتي قليلة ممكن أجي أعلي المالتبلاير بتاع الإضاءتين، أو ممكن إن أنا أجي أتحكم في الكاميرا سيتنجز، هدوس سيلكت كاميرا ومثلا أقلل الشاتر سبيد شوية وأشوف كده النتيجة اللي هحصل عليها. لو أنا حاسة إن الإضاءة بشكل عام مش مظبوطة مثلا، أو إن أنا أجي أعلي الإنتنسيتي بتاعة الإضاءة، ده ينفع وده ينفع، الاتنين نفس الشيء. أقارن، الصورة بقت أفتح شوية. طيب بعد كده طبعا أنا الخامة اللي مستخدماها هي خامة لونها رمادي، فالمكتب بتاعي لونه رمادي والخلفية بتاعتي لونها رمادي، لكن أنا عايزة الخلفية بتبقاش سايحة على الشكل بتاعي قوي كده، والخط اللي هنا اللي أنا شايفاه الرمادي ده هنا الظلال متجمعة هنا والظلال متجمعة هنا كتير، أنا عايزة الشكل بتاعي يبقى popping كده من الخلفية، منفصل عن الخلفية أو بارز عن الخلفية بتاعتي، ما يبقاش كأنه مسطح عليها كده ومش عارفة أفصله عنها، عيني شايفاهم كأنهم حاجة واحدة، بالذات مثلا في الجزئية دي. يبقى أنا محتاجة عشان أعمل ده إن أنا أخلي الإضاءة أو محتاجة أخلي الاستوديو بتاعي نفسه يبقى عليه إضاءة، حتى لو إضاءة بسيطة خالص وضعيفة خالص. عشان أظبط ده هتكون برضو إضاءة ضعيفة زي ما قلنا، فهتكون إضاءة حجمها كبير وقوتها قليلة زي الفيل لايت بتاعي. همسك الفيل لايت بتاعي وانسخه نسخة كمان، أسمي ده الاستوديو لايت، أو أسميه الباك لايت، أسميه يعني المهم تسموه حاجة أنتوا فاهمينها أو حاجة منطقية بالنسبة لكم، بحيث إن أنتوا تبقوا عارفين ده عبارة عن إيه. اللايت ده همسكه كده وهلفه، هخليه تقريبا في محاذاة المكتب، ممكن يلف شوية حتى ناحية المكتب، هنشوف هنجرب ونشوف، وممكن إن أنا أخليه يلف لفوق شوية. ودلوقتي عشان أعمل له روتيت فأنا هحتاج إن أنا عايزة يلف لفوق شوية، تمام، فأنا هحتاج إن أنا أخلي الجزمه بتاعته لوكال، بحيث يلف لفوق بالنسبة لنفسه مش بالنسبة للمشهد. افتكروها معايا أنا قلتها قبل كده، هلف فوق شوية بالشكل ده، خلونا نجرب ونشوف. نرجع فيو تاني، هقفل اللايتس التانيين
او لو عايزين تسيبوهم مفتوحين مفيش مشكلة يعني، بس اول حاجة عايزة اجرب، عايزة اشوف النتيجة. اه طبعا هنحتاج ان احنا نعمله انفيزبل كمان علشان باين كده معانا. اه طبعا اعمله سيلكت، اه هحتاج ان انا اعمله انفيزبل، هحتاج ان انا اعمله شفاف بحيث انه ما يظهرش في المشهد بتاعي، واعمل رندر مرة كمان. طيب هو مبدئيا الإضاءة بتاعته جاية في الاتجاه الصح؟ اه تمام، جاية في الاتجاه الصح، منورة لي الخلفية بتاعة المشهد. هشوف دلوقتي لو فتحت كل الإضاءات مع بعض هيكون النتيجة، ممكن تعجبني وممكن ما تعجبنيش. تمام، أدوس رندر، ألاقي الصورة بتاعتي بتتكون. وظهرت الصورة نوعا ما كويسة، الخلفية بتاعتي بقت مضيئة بس ممكن تكون أحسن، ممكن أقعد أشتغل عليها شوية كمان. مثلا هنا في شوية ظلال، هنا لسه في شوية ظلال، ممكن إن أنا ألف اللايت شوية الناحية دي، ممكن أرفعه لفوق شوية لو محتاج، أو أنزله لتحت على حسب. ممكن أزود الشدة بتاعته أو أكبر حجمه برضو على حسب، هجرب وأشوف إيه اللي هيناسبني، إيه اللي هيظبط الشكل معايا أكتر. وممكن سبب من الأسباب يكون إنه الجزء اللي طالع لفوق، مش أنا عملت جزء كأنه حائط كده يعني، في جزء كان نايم على الأرض وجزء وقفته كأنه حائط، ممكن يكون الزاوية دي اللي هنا دي قريبة قوي. فأنا مثلا ممكن أجرب لو بعتها شوية لورا، مسكت الاستوديو بتاعي ده ورجعته سنة كده لورا مش كتير، وهعمل رندر. لقيت انه الخط بتاعها ده لسه برضو باين عندي، بالعكس هو الاول كان متنور بشكل افضل، يبقى لا هرجعها تاني لقدام زي ما كانت. ممكن احتاج اقربها شوية كمان، بعيدة شوية هي، يمكن لو قربتها كده تتنور بشكل افضل. فعلا ده حقيقي دلوقتي اتنورت عندي بشكل افضل. يبقى أنا دلوقتي تاني لو هنراجع، عندي إضاءة من الشمال منورالي الأوبجكت بتاعي، منورالي المكتب كله بتاعي، عندي إضاءة من اليمين منورالي الشادوز، مخففالي قوة الشادوز بتاعتي أو مقللة قوة الشادوز بتاعتي. عندي إضاءة تانية حطاها تقريبا في محاذاة المكتب منورالي الخلفية. لو هقارن الصورة دي بالصورة دي، الخلفية بتاعتي كانت رمادي غامق، دلوقتي فتحتها ونورتها بالشكل ده، بحاول إني أخلي الشكل بتاعي ينطق أو يبرز عن الخلفية، واخدين بالكم؟ لو بالذات ركزنا في الحتة اللي على اليمين دي، ممكن يكون اللايت الرئيسي بتاعي عايز شوية تعديل، عادي جدا ممكن أرجع وأعدله تاني مفيش أي مشكلة. حتى اتجاهه كان حلو، ممكن نخليه 50 ونجرب. وقارن على طول، بجرب وقارن، نتيجة شكلها أفضل نسبيا خلاص هخليها زي ما هي. وبرضو لما أحط الخامات هقدر أحكم بشكل أفضل. طبعا لسه الخامات مش هنتكلم عليها النهارده. المهم ادي اللي انا وصلت له لغايه دلوقتي، يبقى عندي اضاءه رئيسيه كي لايت او مين لايت، اضاءتها الانتنسيتي بتاعتها نسبيا عاليه، الحجم بتاعها او المقاس بتاعها نسبيا قليل علشان تعمل لي شادوز واضحه شويه، ظلال واضحه.
عندي الفيل لايت أو الضوء المساعد أو الضوء اللي بينور لي الظلال والشادوز بتاعتي على اليمين، أو مش شرط على اليمين يعني، ممكن أقلب أصلا القصة كلها يعني، لكن ده بالنسبة للكاميرا يعني. فهو على يميني دلوقتي، الشادو اللايت ده، الفيل لايت ده أو الضوء المساعد أو اللي بيملى المشهد بتاعي، بينور لي المشهد إضاءة ثانوية نوعا ما، بيكون حجمه كبير، مقاسه كبير، عشان يعمل لي شادوز ناعمة خالص. هو أصلا دوره إن هو ينور الشادوز، مش دوره إن هو يديني شادوز. أنا أصلا مش عايزة يديني شادوز، لأنه لو زودت الانتنسيتي بتاعته كتير، لو زودت الملتبلاير بتاعه كتير، هيديني شادوز الناحية دي، يبقى هيبقى عندي شادوز ماشية في اتجاه الشمال، من الشمال لليمين، وشادوز ماشية من اليمين للشمال. ده هيخلي عيني مش مستريحة ومش حابة الشكل اللي ظاهر، تمام. فالفيل لايت إضاءته أو الانتنسيتي مالتبلاير بتاعه قليل وحجمه كبير، طوله في عرضه كبير. تالت إضاءة جيت عملتها هي الإضاءة بتاعة الخلفية، بنور الخلفية بتاعتي عن طريق إضاءة برضو مقاسها كبير، حجمها كبير، والإنتنسيتي بتاعتها نسبيا قليلة تعتبر بالنسبة للكي لايت مثلا. بنورها بالقدر اللي يخليني شايفة إن ده كافي. لو حسيت إن هي كافية، أنا كل ده أنا بحكم بالنظر، لو حسيت إن هي مش كافية بزودها أكتر من كده عادي جدا، مفيش أي مشكلة. بحطها تقريبا في محاذاة الشكل بتاعي مش وراه. لو حطيتها وراه وبصينا على النتيجة، هتلاقوا كأن في حاجة نور غريب جاي من ورا. ممكن ألاقي برضو غمقان في أماكن غريبة، اللي هو الجوانب جنب الإضاءة غامق، والخلفية يعني مثلا المركز هنا نور كويس، الجوانب دي ليه ضلمة كده مش مفهوم مقارنة بالشكل القديم، تمام. بقى في سنتر كده للإضاءة غريب شوية، وأخليها بظبط الزاوية يعني حسب النظر. مثلا لو خليتها بصة لتحت قوي، هتلاقوا إنه برضو في فرق جامد ما بين الظل والنور، فأنا مش عايزة ده يحصل. وأصلا كده كده الانتنسيتي مالتبلاير بتاعي قليل جدا، يعني شدة الإضاءة بتاعتي قليلة جدا، بحيث إن هي ما تبوظليش المشهد بتاعي، تمام. أنا كده نورت الخلفية من هنا لكن ظلمتها من الناحية دي، أنا مش عايزة ده. فهرجع تاني كنترول زد، بس كنت بوريكو كمثال يعني. فأدي التالت نوع إضاءة عندنا. طيب إحنا قربنا نوصل، قربنا نخلص، لكن عندي نوع إضاءة رابع أنا هعمله، وبعد كده إن شاء الله هنكون خلصنا تقريبا كل أنواع الإضاءات وكل مصادر الإضاءات، وبعد كده هنعمل عليهم تعديلات بسيطة. طيب النوع الرابع ده اسمه بالإنجلش اسمه ريم لايتنج، هو عبارة عن إضاءة بتبين لي أو بتبرز لي الشكل عن الخلفية بتاعته بشكل أفضل كمان. يعني أنا نورت الخلفية، الإضاءة اللي أنا هحطها دلوقتي دي هتخلي الشكل ينط أو يبرز أو يبوب عن الخلفية بشكل أفضل كمان. الريم لايت ده بيكون برضو إضاءة صغيرة، فعلشان كده أنا هعمل كوبي للمين لايت بتاعي، لللايت الرئيسي عندي، هنسخه أو ممكن أرسم إضاءة جديدة يعني مش هتفرق خالص، وهسميه ريم لايت. هتشوفوا في الفيديو هيبقى أوضح هو عبارة عن إيه. هعمل له روتيت عشان يبقى باصص على المكتب بتاعي، وهبتدي إن أنا أجرب وأشوف هيوصلني للنتيجة اللي أنا عايزاها ولا لأ. بس عشان أشوفه ده بجد لازم ضروري جدا إن أنا أقفل بقية الإضاءة يعني بقية وأنا بعمل الفيل لايت مثلا كنت بقفل وبعدين أفتح، أقفل وبعدين أفتح. ده أنا محتاجة فعلا إن أنا أقفل كل الإضاءات التانية علشان أشوف التأثير بتاعه. أنا محتاجة إنه الشكل بتاعي يكون مظلم وبس الحواف بتاعته هي اللي مضيئة. هحاول أوريكم صورة، أعتقد إنه الكومبتي هي معمول له شير.
مثلا حاجة زي كده، الصورة سودة، الخلفية سودة، لكن أنا شايفة التحديد بتاع الشكل بتاعي بسبب ضوء جاي عمودي عليه أو جاي من وراه، بمعنى أصح قوة الانتنسيتي بتاعته يعني عالية شوية، المولتبلاير بتاعه عالي، فأنا شايفة إن هنا في راجل، رغم إن أنا لو بس شلت الإضاءة دي مش هبقى شايفة أي حاجة خالص، تمام؟ فدي يعني ده معنى الريم لايت. فأنا محتاجة دلوقتي إن الريم لايت ده هيبعد عن الجزء اللي هنا، محتاجة إن حجمه يصغر لأن أنا مش محتاجة أنور خالص المكتب ولا الأرضية ولا كل الحاجات دي، تمام؟ أصغر حجمه وأخليه النص مثلا، وأشوف كده النتيجة اللي وصل لها. برضو لسه ما وصلتش بالظبط للي انا عايزاه، اجيب ناحية الشمال شوية، ممكن اجرب انزله تحت والفه شوية، الفه يبص للشكل بتاعي. يعني ابتدى يقرب نوعا ما، لكن أنا مش عايزة الإضاءة برضو اللي فوق السايد تيبل هنا دي. هشوف كده لو عملت له روتيت وبعته ونزلته تحت شوية كمان، أو طبعا هعمله انفيزبل، طبعا هعمله انفيزبل لأنه كده هو هيبان في المشهد بتاعي. هعمل له روتيت بالشكل ده وهجرب تاني اعمل رندر. ابتدى شوية ان هو يظهر لي البرودكت بتاعي عن الخلفية، مش سيء مثلا لو قارنا بده، مش باين خالص هنا، مش وحش. ممكن أجرب لو نزلت تحت شوية كمان هيديني إفكت أحسن ولا لأ وأحكم. لأ كده أقرب أوي من الأرضية، خلاص يبقى البوزيشن اللي فات فوق كان أفضل. هشوف لو محتاج أقربه شوية، أجرب. بس اللي قبليها كان أفضل، فهرجع أجرب آخر مرة. طيب ممكن أعتمد ده دلوقتي وأشوف أجرب الشكل إيه مع بقية الإضاءات. هفتح بقية الإضاءات، أفعلها بالشكل ده وأضغط Shift Q، هعمل رندر لكل الإضاءات مع بعض في المشهد بتاعي. ده كده يعني الخطوة الأولى نقدر نقول، أو أبسط حاجة في الستوديو رندر بتاعي. نسيت أقول حاجة بخصوص الريم لايت، لو واخدين بالكم إن هو عمل تأثير على الشادو اللي هنا، لأن هو كان منور على السايد تيبل دي، فأنا ممكن أخليه أختاره كده. أنا طبعا هخليه برضو، عايزة أشيل إيه تاني، عايزة أشيل تأثيره على الأرضية، إن هو برضو منور لي الأرضية هنا. أنا قبل ما أحطه كان في شادو على الأرضية، لكن هو دلوقتي بقى منور لي الأرضية، فأنا هختاره وهنزل في الأوبشنز بتاعته عند كلمة options. أنا خليته invisible، هقفل cast shadows، أنا مش عايزاه يعمل لي shadows، وهعمل exclude، هستثني من تأثير الإضاءة، أنا مش عايزاه يضيء على إيه، مش عايزاه يضيء على
الاستوديو نفسه أو الخلفية بتاعتي اللي هي البلان رقم واحد دي، هضغط مرتين عليها ألاقيها جت في الليستة الناحية دي اللي هي لستة الاستثناء، وأدوس أوكي وأجرب أعمل رندر مرة كمان وأشوف النتيجة اتأثرت ولا لأ. لو جينا نقارن الشادو اللي كان عندي هنا بالشادو اللي ظاهر عندي هنا، شايفين الفرق؟ ده بعد ما عدلت، ده قبل التعديل، شايفين الفرق؟ أوكي، ده كده الستوديو لايت كألف بي ستوديو لايتنج يعني، أو اللي هو الإضاءات اللي أنا هستخدمها. أنا هحط إضاءات من اتجاهات مختلفة، عندي إضاءة رئيسية، عندي إضاءة فيلينج لايت أو فيل لايت أو اللي هي إضاءة مساعدة الانتنسيتي بتاعتها قليلة، عندي إضاءة بتنور لي الخلفية بتاعتي وممكن أكبرها لو حاسة إن مقاسها مش كفاية مثلا الشكل ده، وأجرب تاني، وعندي الريم لايت وبرضو ممكن أقعد لسه أجرب لغاية ما أوصل للي أنا عايزاه. طبعا وانا بجرب اكيد هيحصل مشاكل، اكيد هيحصل اخطاء، زي مثلا دلوقتي اللايت بقى كبير قوي لدرجه ان هو اخترق الاستوديو فحصل لي اللمعه الشديده اللي هنا دي، بقى انا هرجع اشيل الخطوه او التعديل الاخير اللي انا عملته ده. تمام، كان الاهم بالنسبه لي ان انا اكبر العرض بتاعه، ده اللي هينور لي الخلفيه بشكل افضل. مثلا دي كانت الصورة الأول ودي كانت بعد ما نورت الخلفية بشكل أفضل بالطريقة دي. برضو ممكن الريم لايت أحتاج إن أنا أعمل عليه شوية تعديلات، أحركه بطريقة مختلفة. برضو هبعت لكم الفيديو اللي قلت لكم ممكن تطبقوا معاه. الواجب بتاع المحاضرة دي مش إجباري خالص، أنا بس حبيت إن هي تكون زي معلومة إضافية معاكم لأن هي هتفيدكم أو هتحتاجوها، هتلاقوا شغل ناس طالبين مخصوص حد يعمل مثلا استوديو رندر لقطع أثاث، استوديو رندر لنوت بوكس، استوديو رندر لمثلا أي برودكت، موبايل، إزازة مية، عربية، كل الحاجات دي بيطلب لها استوديو رندرز. ما تتخيلوش ان كل الحاجات دي مثلا بنصنعها وبعد كده نبتدي نصورها، لا ممكن يعني حتى لو هنصنعها ونصورها فممكن في الاول في مرحله اوليه ان احنا بنعمل لها موديلنج على الكمبيوتر ونبتدي ان احنا ناخد لها رندرز بحيث نبقى شايفين شكلها او متصورين شكلها، عجبنا ولا مش عجبنا، طب نلف حواليها ونشوفها من كل الاتجاهات. فالحاجات دي كلها ممكن نعملها عن طريق ال 3D Max وعن طريق الاستوديو رندر. زي ما بقول لكم التطبيق عليها يعني اختياري، حاجة رجع لكم تماما. اللي أنا طالبه منكم أو اللي هو الإجباري بتاعنا التكملة في المشروع بتاعنا، المشروع بتاعنا المشروع اللي هو بتاع المطبخ والليفينج روم. المرة اللي فاتت قلت لكم ازاي ان احنا نعمل نستخدم الاوفررايد ماتيريال ونبتدي نعمل رندرز عشان نجرب الاضاءات عاملة ازاي. اخر حاجة كنت عايزة اقولها لكم بخصوص الرندر، تمام يا احمد، تمام وصلني بس لسه ما بصيتش عليه، ما كانش معايا الجهاز فما بصيتش عليه. اخر حاجه كنت عايزه اقولها لكم
بخصوص موضوع الريندرز، يمكن هفتح بروجكت حد منكم. طيب النسخة مش متوافقة، عايزة بروجكت يكون فيه شبابيك. تمام، بروجكت بتاع مياس، يمكن مش موجودة النهاردة، مش عارفة موجودة ولا لأ، مش مشكلة. طيب اللي عايزة أقوله، أو أنا فاتحة البروجكت عشان أوريكو إيه دلوقتي. الشبابيك اللي عندنا في المشهد، مش شرط إن، يعني مش بتكلم على إن هي شباك واحد ولا شباكين ولا ثلاثة، مش دي الفكرة بتاعتي خالص، أو مش ده الهدف اللي عايزة أتكلم فيه. اللي عايزة أقوله إنه لما تيجي تعمله رندر بالأوفررايد ماتيريال، لما تيجي تعمله رندر بالأوفررايد ماتيريال، الأوفررايد ماتيريال دي بتغطي كل الخامات اللي عندي في المشهد بتاعي. بص، لا مفيش كاميرات هنا في المشهد. طيب لو جينا وقلنا عايزين نعمل كاميرا هنا في المشهد ده، وبعد كده نعمل لها كليبينج مثلا، بحيث انها تخش جوه المشهد، نبقى شايفين مشكلة في المقاسات ولا ايه. هو أصلا اتجاه الكاميرا، ناخد الكاميرا من الناحية دي وناخد الكليبينج، بس ندخله الكليبينج بلان بتاعنا بالشكل ده، بحيث نبقى شايفين اللقطة. وهاجي أظبط الكاميرا والتارجت بتاعها على نفس المستوى. ممكن أجي هنا وأقول select camera target وأعمل align على الكاميرا نفسها، بس عن طريق فقط محور زد، وأقول له center to center. هو ما تزبطش، يبقى أري هنا على محور واي عشان أنا شغالة في left view، وهقول له اوكي. فكده زاوية الكاميرا بقت اظبط شوية. ممكن احتاج ان انا اقرب الكاميرا مثلا زي كده، واظبط موضوع الكليبينج ده كنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت. المهم اللي انا عايزة اقول لكم عليه النهاردة، او الحاجة اللي انا حبيت بس اكد عليها، انه مثلا دلوقتي لو انا جيت اعمل رندر للقطة دي وهعمل دبل اوفر رايد ماتيريال، فانا جيت في الرندر سيت اب بتاعي عند الجلوبال سويتشز، فتحت الاوفر رايد ماتيريال، قلنا هنحط فيها البيري ماتيريال دي، تمام. ونظبط بس شويه سيتنجز بحيث ان هو ما ياخدش وقت كتير في الرندر. تمام، ونيجي نعمل رندر هنا. مشهد ما شاء الله مليان برضو حاجات كتير. طيب علشان الإضاءات بتاعتي تطلع لي بشكل صحيح، وعلشان أعرف أظبط الكاميرات مع الإضاءات، احنا قلنا إن أنا ممكن أتحكم في الإضاءة اللي في المشهد عن طريق اللايتس اللي أنا برسمها، أو عن طريق خصائص الكاميرا. أنا دلوقتي المشهد اللي قدامي ده في بعض المشاكل بخصوص تظبيط الإضاءات، يا ترى إيه هي؟ أو إيه أولهم؟ أول حاجة إن أنا من غير ما يكمل حتى رندر، لو بصينا فوق كده مفيش سقف، يبقى أنا ممكن أكون عملت هايد للسقف بالغلط، أو ممكن أكون نسيت أرسمه. في الحالتين أنا أول حاجة هحتاج إن أنا أقفل الفراغ بتاعي بشكل مظبوط، يبقى أنا هحتاج إن أنا أرسم السقف. تاني حاجة
هتلاقوا إنه الإضاءات بتاعتي اللي هي الشاندلير أو النجفة اللي عندي في النص دي، المفروض إن دي مصدر إضاءة، والشباك كمان مصدر إضاءة. طيب أنا هطلع من الويندو بتاعت الريندر دي ونبص في الفايل بتاعنا نفسه. دلوقتي أنا هنا عندي ستارة غالبا الموف دي، أيوة دي ستائر، وعندي هنا في راي لايت، ومش عندي الشباك، يعني الشباك نفسه مش مرسوم عليه الفريم ولا الزجاج ولا لو في مثلا الشيش أو الحصير أو أي كان الحاجة اللي بتتحط على الشبابيك، الحاجات دي لسه مش مرسومة. فأنا يا إما هرسمها بنفسي، لو فاكرين كنا في هنا تحت قائمة create بنزل بلاقي ويندوز، ممكن أرسم من الويندوز دي على الجاهز على طول، وليها خصائص كتير قوي. ممكن أنزل موديل جاهز وأستخدم الـ FFD أو الـ Edit Poly بحيث أن أنا أضبط مقاسه على مقاس فتحة الشباك اللي عندي. في الحالة دي لو أنا رسمته أو نزلته أيا كان وعملت ريندر بالأوفررايد ماتيريال، هلاقي المشهد بتاعي برضو كله طالع لونه أبيض، حتى الزجاج بتاعي هيطلع هياخد لون زي الحيطة، مع أنه ده مش صحيح. ولو أنا عايزة أظبط حسابات الإضاءة في المشهد بتاعي، المفروض إن أنا أراعي الإضاءة اللي جاية من الشباك زي بالظبط ما هراعي الإضاءة اللي عندي داخل الفراغ. أنا دلوقتي لا عندي ده ولا عندي ده، طبعًا هي في مثلًا إضاءة هنا من الأباجورة، دي منورة عندي مش عاملة لي مشكلة، وفي الإضاءة اللي من الشباك مش عاملة لي مشكلة، يعني برضه منورة المشهد. ليه؟ لأنه مش حاطين زجاج قدامها، مش حاطين أي خامة قدامها، فهي الإضاءة دخلت داخل المشهد. طيب فرضًا إنه أنا رسمت الشباك فعلاً وحطيت الزجاج بتاعه أو أي حاجة، ده معناه إن أنا لما أجي أعمل render بالoverride material أنا هحتاج أستثني بعض الحاجات، تمام؟ هحتاج أستثني زجاج الشبابيك، هحتاج أستثني مثلاً وحدات الإضاءة دي، المفروض إن هي تكون زجاجية عشان تطلع النور أصلاً. لو الأباجورة دي جواها مثلا المصباح نفسه، اللمبة نفسها، برضو هحتاج استثني اللمبة دي نفسها علشان الإضاءات تطلع بالشكل الصحيح أو بالشكل الحقيقي اللي هتطلع بيه لو أنا جيت أعمل ريندرد بالخامات الحقيقية. لأن مثلا الخامات الحقيقية عندي مثلا الكرسي ده جلد، والستارة دي قماش، والمطبخ ده خشب، ومش عارفة الجزء اللي هنا ده عبارة عن إيه وإيه وإيه، كل حاجة هيكون ليها خامة حقيقية. فلو أنا عملت ريندر اللي هو بتاع الأوفررايد ماتيريال وظبطت الإضاءات من غير ما أراعي إن الإضاءات دي تظهر لي بشكل سليم، بعد كده هاجي وأحط بقى على دي خامة زجاج فعلا في الريندر النهائي، هلاقي إن الإضاءة مثلا زادت عندي بشكل مش طبيعي، لأن هي دلوقتي مش واصلة مش ظاهرة في المشهد. وأول ما أخلي الكورة دي زجاجية الإضاءة هتزيد عندي بشكل كبير جدا، عشان الفي راي لايت اللي محطوط هنا هينور لي فعلا المشهد، هو دلوقتي مش منور المشهد، تمام؟ طيب عشان أتغلب على المشكلة دي هعمل إيه؟ قلنا هحتاج أستثني بعض الخامات أو بعض الأيتمز اللي عندي في المشهد. الأيتمز دي أو الخامات اللي أنا هستثنيها دي، أهم حاجة تكون الخامات الزجاجية، وبرضو خامات المرايات لو عندي مرايات، لأن المرايات بتعكس لي الإضاءة انعكاس عالي جدا، فبتأثر برضو في حسابات الإضاءات. فأنا هحتاج دلوقتي أستثني مثلا النجفة دي والشباك، الزجاج بتاع الشباك، بس هو دلوقتي مش مرسوم فأنا هتجاهله. أستثني برضو الستائر على فكرة وأديها خامة، وأستثني المصباح اللي هنا. فعلشان أستثني الحاجات دي، أول حاجة هحتاج إن أنا أعرف اسمها إيه. هاجي عند الجروب بتاع النجفة دي، هناخد مثال على النجفة وانتوا تطبقوا على بقية الحاجات. طيب هي مثلا جينا هنا سميناها إضاءة، يبقى الجروب ده كده اسمه إضاءة. ولو أنا عايزة أكون دقيقة أكتر كمان، أنا ممكن أمسك الكورة دي نفسها، الكورة دي اسمها سفير 54، ودي اسمها سفير 51، ودي 52، و53، يبقى من 51 ليه 54 أنا محتاجة أعمل لهم استثناء. طيب هاجي عند الريندر سيت اب، تمام،
عند الـ V-Ray، ستاب بتاع الـ V-Ray تاني واحد، Global Switches، معلمة على الـ Override Material وحط فيها بالفعل Material. عندي تحتها هنا زرار اسمه Exclude أو استثني، فأنا هضغط عليه هشوف أنا عايزة استثني إيه. أنا قلت عايزة استثني Sphere رقم إيه، دوست على حرف الاس نزلني عند كل حاجة بحرف الاس، هقوله أنا عايزة استثني سفير 51 وبالشيفت هروح لغاية 54 وهضغط على السهم ده بحيث إن هو يجيبهم لي الناحية التانية، أو لو عايزة استثني أي حاجة هضغط عليها برضو مرتين هتجيلي الناحية التانية، لو عايزة أرجعها تاني جبتها بالغلط هضغط مرتين هترجع لي في القايمة الغير مستثنية. يبقى هنا القايمة المستثنية الأربع كرات أو الأربعة سفيرز دول بقى عندهم استثناء من الـ Override Material. هدوس OK وهاجي، حتى بس عايزة أعمل رندر للحتة دي لوحدها أوريكم التغيير. عشان أعمل رندر للجزئية لوحدها قلنا بستخدم المربع اللي هنا ده، هعمل بس أعلم عليها كده وهضغط على الرندر، عمل لي بالفعل رندر والإضاءات بتاعتي شكلها اختلف تماما من أبيض وحاجة معتمة اللي مش بتطلع إضاءة خالص، تحولت لمصدر إضاءة فعلا في المكان بتاعي. نفس الشيء هعمله مع الزجاج هستثنيه، مع الستائر هستثنيها، ومع المصباح اللي هنا، وطبعا لو عندي أي حاجة تانية مفروض تكون شفافة أو تكون مراية زي ما قلنا. طيب دلوقتي أنا هل مثلا هنا في خامة فعلشان كده لما استثنتها الإضاءة ظهرت ولا إيه اللي حصل؟ ده ممكن نعرفه إزاي. الأول أنا كنت عايزة أقول لكم إن في خامة بسيطة جدا ممكن نعملها اللي فيزيكال هنا، خامة بسيطة جدا، خامة زجاج بطريقة بسيطة جدا إحنا نقدر نعملها، بحيث إننا لحظة بس أظبط الماتيريالز. أو حتى ممكن نعملها في السليت أسهل، نروح السليت هنا. هنعمل دلوقتي بس خامة زجاج سهلة جدا، بحيث إنه مثلا الكرات دي لو ما كانش ليها خامة، لو كنت لما عملت لها استثناء لقيتها مش شفافة أعرف أحط لها خامة لغاية ما نتكلم على بقية الخامات. بس النهاردة هناخد سريعا كده خامة الزجاج عشان لو حد فيكم هيجرب خلال الويك اند وعايز يطبق على المشهد بتاعه فيعرف يستخدم خامة عاملة ازاي. انا هاجي في السليت ماتيريال اديتور ده هختار خامة الفيري عند تاب الفيري فيري MTL، هفتح الخامة بتاعتي دي كده ضغطت عليها فظهرت لي هنا الخامة دي، ده لونها لو غيرته كده لأي لون تاني أحمر مثلا هلاقي لونها بيتغير، لو خليتها لونها اسود حتى كده اهو هلاقي لونها اسود بالشكل ده، دوست ريسيت بدل من اوكي، لو جيت مثلا خليتها لونها رمادي غامق بالشكل ده دوست اوكي هلاقي لونها اتغير. انا مش هعمل اي حاجه دلوقتي بلونها المره دي، هنتكلم لسه عن الحاجات دي المره الجايه بالتفصيل. انا بس عشان اعمل خامه زجاج سريعا هاجي عند تاني جزئية بعد أول جزء ده هفوته، هاجي عند تاني جزئية هنا عندي خاصية اسمها reflect اللي هو الانعكاس، هاجي عنده وخليه أبيض أغير اللون بتاعه كده للأبيض، وهاجي عند الجلوسينس بتاعه ده وأخليه 9/10 تمام، هاجي عند الريفراكت وهخليه هو كمان أبيض وهدوس أوكي بالشكل ده. تمام يبقى الرفلكت بتاعي خليته لونه أبيض وخليت الجلوسنس بتاعه 9/10 والرفراكت كمان خليته أبيض وبس بالشكل ده أقدر دلوقتي أستخدمه كزجاج لمثلا الشبابيك لمثلا المصباح اللي هنا ده
مثلا في مصباح هنا، لا ده اللايت نفسه، لا في مش ممكن تحطي، تمام اوكي مش مشكلة خالص دلوقتي. فمثلا اي حاجة زجاجية ممكن اقوم حطلها الخامة دي على طول بحيث ان هي تبقى شفافة. لو انا رسمت الشباك طبعا الجزء الزجاجي فقط منه هستخدم عليه الخامة دي دلوقتي، بعد اما اعمل له استثناء من قائمة الـ override material. او لو انا عندي خامة خلتني فعلا في الرندر مثلا زي هنا المصابيح بتاعتي طلعت منورة بالشكل ده، بقى انا ممكن اجي امسك وانا برضو في الماتيريال اديتور بالبيكر هنا بالاي دروبر دي، هضغط على الخامة واشوف اوكي انت عملتي تمام مفيش مشكلة. احنا كده كده ما اتكلمناش عن عن الخامات، فانا يعني مفيش اي مشكلة لو الموديل جاي باللايت بتاعه او انت عملتيه بالطريقة دي مش مشكلة خالص. انا بس دلوقتي الافضل ان انا اديهم خامات زجاج، وهوريكم دلوقتي الفرق ما بينهم في الواقعية. أنا هاخد الكرات دي كمان و هروح البرسبكتيف كده سريعا وهرسم جوه كل واحدة منهم سفير إضاءة، مصدر إضاءة كروي هنا، الملتبلاير 10 مثلا، وأرفعه أو أعمل له ألاين وهكذا وأنسخه ثلاث نسخ كمان، وهاجي أعمل لهم هم كمان كل واحدة منهم ألاين مركز بتاع دي، ده كمان الإضاءة دي ألاين على المركز بتاع دي بس أوكي، دي كمان ألاين على المركز بتاع دي ودوس أوكي. هرجع للكاميرا بتاعتي وهقفل الأيسوليشن بتاعي لأن أنا عزلتهم عن بقية المشهد، وهاجي أجرب تاني أعمل رندر لنفس الجزئية. الانتنسيتي لسه عالية قوي برضو، شدة الإضاءة بتاعتي عالية جدا، هاجي وهقللها خليها 2 مثلا، إن شاء الله نكون عملناهم كلهم أيوة مرتبطين ببعض، فما عملهمش للأسف والله مش مشكلة. واحنا بننسخهم كان المفروض يكونوا انستنس، بس انا استعجلت ما استنيتش ما عملتهمش انستنس. يعني هاجي دلوقتي واعمل رندر تاني برضو لسه شدة الإضاءة عالية جدا، في لايت تاني ورا كمان. همسحه دلوقتي وهجرب تاني، وعادي جدا مفيش مشكلة ان انا افضل اجرب لغاية ما اوصل للنتيجة اللي انا عايزاها. دلوقتي هو قل قوي بس لو واخدين بالكم الكور او النجفة يعني بقى شكلها مختلف عن لما كانت كورة لونها ابيض تماما، دلوقتي باين ان فيها شوية لمعات وشكلها مختلف عن الاول. الاضاءة يمكن قلت قوي، هرجع تاني مثلا ازودها اخليها نص مثلا، نفس الشيء على الباقيين. طبعا انا بظبط كل الاضاءات اللي في المشهد مش بس دول، لكن دول دلوقتي احنا واخدينهم كمثال يعني. لسه عندي اضاءات تانية مثلا في السقف، عند المطبخ، في اضاءات داخله من الشباك، كل الحاجات دي بتاثر لي في اضاءه المشهد. وكمان عندي خصائص الكاميرا اتحكم فيها، لو الاضاءه عندي قليله
طبعا السقف عندي هنا لسه مفتوح، فهحتاج ان انا اقفله. وبقيت مصادر الإضاءة عامة يعني، لو بصيت على المشهد ده كده بصفة عامة وحبيت ان انا احكم عليه، الإضاءة في المشهد نسبيا قليلة تعتبر. الأوفررايد ماتيريال بتساعدني ان انا احكم على الموضوع ده. مثلا هنا الحائط غامق، المفروض اشوفه رمادي فاتح او ابيض يعتبر، فهنا كل ده لا غامق، انا شايفاه يعتبر بني فاتح مثلا، فلا الإضاءات عندي هنا ضعيفة جدا في المشهد كله بصفة عامة، مش بس الإضاءات اللي من مصدر الإضاءة ده يعني، الإضاءات كلها عندي قليلة. هحتاج إن أنا أقفل السقف، هحتاج إن أنا أظبط الكاميرات بتاعتي، وبعد كده أبدأ إن أنا آخد الريندرز بتاعتي، أو إن أنا أظبط الريندرز المبدئية بتاعتي. ده اللي أنا عايزاكم تشتغلوا عليه لغاية إن شاء الله يوم الثلاثاء اللي جاي، وإن شاء الله هنتكلم عليه أكتر، وهنتكلم بعدها عن باقي الخامات. هنشوف، عايزة أشوف شغلك، وعايزة أشوف الكاميرات اللي رسمتوها، عايزة أشوف تجارب الإضاءات بتاعتكم عشان نعلق عليها. يعني أنا ممكن أشرح مرة وبعدين أنتوا تيجوا تطبقوا فيواجهكم مشاكل، فعشان نحل المشاكل دي وقبل ما ننقل على الخطوة اللي بعدها عايزة أشوف التطبيق بتاعكم. إن شاء الله هراجع الواجبات بتاعتكم، ويوم الثلاثاء اللي جاي بإذن الله نتناقش في الأخطاء أو المشاكل اللي واجهتكم، ونكمل الشرح الجديد بإذن الله. بس لحد كده إحنا يعتبر إن شاء الله خلصنا كده النهاردة، وأشوفكم الأسبوع الجاي.